بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف، قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. الشرطين ذني. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا مضجعي. لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المسرع، مشي المسرع، والله مشي المسرع، تدعو والأحزان من فؤادها، والطرف يسفح بالدموع الهم معي. يا يابا والدمع يسبح، والطرف يسبح بالدموع الأم معي. أخاي أين أبي علي المرتضى، ليرى انكساري للعدا والتخضعي. أخاي هل سمعت بنعيك أمك الزغراء، حين نعيت أم لم تسمعي؟ أخاي ما عودتني منك الجفا. هاي مو عادتك يا أبا عبد الله. أخاي ما عودتني منك الجفا، فعلام تجفوني وتجفو من معي. أخاي ما عودتني منك الجفا، فعلام تجفوني خويا وتجفو من معي. أنعم جوابا يا حسين، أنعم جوابا يا حسين، ما ترى شمر الغنا بالسوط كسر ضلوعي. أنعم جوابا يا حسين، ما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا الحسين، فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. والله فاسترجعي بعد، وتكفلي حال اليتامى زينب. هاي مهمتك الآن، أمانة ذولا عندك الآن. وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي أنا بعيني لباري لك عيالك. الله يرحم شعراء الحسين الماضين، شلون أثر خالد هذا، شلون جمال هذا. تلقى الشاعر قبل 40-50 سنة انتقل إلى رحمة الله، ولكن بعد حي. اللهم اجعلني عندك وجيها. ولهذا شوف احنا الآن نقرأ أبياته وانت تتأثر بها وهو في قبره. شلون جاه هذا، جاه الحسين.
خويا أنا بعيني لبارية لك عيالك، وأنا بروحي لسجت لك أطفالك. خويا والموت لا يرضى بدالك، رحنا يا أبو اليم فدالك، يا يابا رحنا يا ابو اليم فدالك. يا عذاب الخيل يا طاعون زينب، تقول الحرم ما مرت عليك ضعونه. هاي تحاكي امير المؤمنين، جابونا للكوفه يعني مرونا عليك الحرم. يوم سارت بلايا ولي صار درب القوم صوبك يا يا علي، المثل زينب كيف ترضى تنولي؟ والله المثل زينب كيف ترضى تنولي، وترضى أرض الواد مليولون. يا أبويا ترضى أرض الواد، ترضى أرض الواد مليولون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكير بما مر حتى أكمل. الأحبة اللي كانوا حاضرين نذكرهم، الأحبة اللي ما كانوا حاضرين حتى يعرفون إحنا وين كنا نتكلم وين وصلنا في الواقع. إحنا وصلنا في محطة من محطات بحث زيارة الحسين، أبعاد وتجليات وآثار، وقد بدأنا بهذا البحث من 1 محرم إلى الآن. وصلنا إلى محطة مهمة من محطات هذا البحث في مدينة بغداد، إلى آداب زيارة الحسين الواردة عن المعصومين حصراً عليهم السلام. وقلنا أن روايات آداب زيارة الحسين نقدر نقسمها إلى قسمين: آداب ظاهرية خارجية، وآداب مرتبطة بالباطن الإنساني. بالقسم الأول أكو موارد، وبالقسم الثاني أيضا أكو شنو؟ موارد. بدينا بموارد القسم الأول، بينا المورد الأول للآداب اللي هو الصيام 3 قبل زيارة الحسين كما ورد عن المعصومين عليهم السلام. وهنا أنا ما تكلمت كثير بالأدب الأول، وإن كان فيه كلام كثير، فيه كلام كثير، ولكن يعني حتى أكو بي إشارات مهمة على مستوى الثقافة الدينية، أكو بي إشارات مهمة قرآنية، ولكن نترك الكلام فيه إلى وقت آخر. ثم انتقلنا إلى أدب آخر من آداب زيارة الحسين من آداب القسم الأول، يعني مورد آخر، واللي هو كان الطهارة اللي رادوها الأئمة من الإنسان قبل زيارة الحسين من خلال على سبيل المثال الاغتسال. إذا مشيت إلى قبره كما ورد في النصوص فاغتسل كما ورد عنهم عليهم السلام، خصوصا الاغتسال بماء الفرات يحط الذنوب كما ورد في الأثر أيضا. وقلت أن هذا المورد من موارد آداب زيارة الحسين بالقسم الأول عندي ويا وقفة أنا أعتقد مهمة، ولهذا وقفت، والليلة أكمل هاي الوقفة حتى أكمل موارد القسم الأول ثم أنتقل إلى موارد القسم الثاني وأكمل هاي المحطة إن شاء الله تعالى في بغداد، وأبدأ بمحطة أخرى في مكان آخر هم لما أقرأ. شنو هذا البحث؟ بحث ثقافة الطهارة في القرآن، أو ما تعبر عنوان الطهر في ثقافة القرآن، شو تريد تعبر عبر، التطهير الطهر ما أدري شو تريد تعبر عبر. عرفت هاي المادة أولا ثم انتقلت إلى أقسامها ثانيا اللي قلنا 3 وكل قسم جبت له مثال، ثم انتقلت إلى محاورها ثالثا وهنا توقفت وبينت المحور الأول من محاورها، اتكلمت في ليلة البارحة إذا يتذكر الإخوة، وهو محور طهارة القلب عبر موردين إذا يتذكرون الإخوة: مورد يرتبط بالإنفاق في سبيل الله، ومورد يرتبط
بالعفة والحجاب والستر بتطهير قلب كما ذكر القرآن الكريم. وجبت لكم آية المورد الأول وآية المورد الثاني وتوقفنا عندهما بمقدار ما وانتهينا من ذلك. ثم انتقلنا إلى محور ثاني من محاور هذه المادة في القرآن، وهو محور الله يحب المتطهرين. وأيضا ذكرت لموردين في القرآن الكريم هذا المحور وتكلمت فيهما بمقدار ما وانتهيت من ذلك. ثم انتقلت إلى محور ثالث أيضا فيه موردين وتوقفت عنده. المورد الأول: هؤلاء بناتي قلنا أطهر لكم، أطهر أطهر لكم كما القرآن الكريم يعبر. وقلت هذا نستفيد من محتواه العام أنه الإنسان في كل أموره، في كل أموره مو بس بهذا المجال الغرائزي، في كل أموره المادية، كل أموره على المستوى الاقتصادي، على كل المستويات، خلي يبحث عن الحلال ويترك الحرام. والحلال بسعة أكثر من الحرام، الحرام ما بيه. فبعد الإنسان ليش يروح للحرام؟ علش رب العالمين فاتح لك أبواب أوسع بالحلال. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ شبيكم؟ مو ياكم أحكي، بشكل عام أتكلم. واحد يستبدل الأدنى بالخير، ليش يعني يترك الخير ويأخذ الأدنى؟ ليش؟ علشان يروح للخير وللأفضل في الواقع. زين. أما المورد الثاني في المحور الثالث، حتى أنتقل لبقية المحاور، لخصت كل ما مر بالليلتين الماضيتين. واهس عدكم نكمل يومالكم خلود، بعدنا بأول المجلس. زين. المورد الثاني بالمحور الثالث أيضا في مورد لوط عليه السلام: أخرجوهم من قريتكم. صدر القرار، اجتمعوا الجماعة وصدروا قرار بلوط عليه السلام ومن معه. وطبعا المنطقة كلها ما بيها غير بيت واحد مسلم. القرآن الكريم يقول ما يقول بس بيت واحد. سبحان الله العظيم، شنو هالبشرية هاي؟ شنو هالناس؟ فطرة رب العالمين أنطاهم، كل مولود يولد على الفطرة، النبي يقول حتى تجيبهم للطريق الصح. عقل رب العالمين أنطاهم، العقل ما عبد به الرحمن أمتنا قالوا، يعني عرفوا العقل بلازمه بالتعبير الدقيق، مو لغة أو اصطلاحا، عرفوا العقل بلازمه، ما عبد به الرحمن، رب العالمين أنطانا عقل حتى نعبده من خلاله. أنبياء دزلنا، كتب نزلنا، أئمة دزلنا، علماء موجودين، كل هذا الإنسان ما يرضى يجي للطريق. شيء غريب، شيء غريب. ولهذا القرآن الكريم لما بعض الأحيان لما يتكلم عن الإنسان يقول لظلوم كفار، لظلوم كفار، يعبر عنه جهول، ظلوم، كفار، غير ذلك مما يذكره القرآن بحق بعض الناس في الواقع. ذني كلهم، وتشوف الإنسان يبحث، شلون تعبير حلو، يبغونها عوجا. مع أن الله علمنا في صلاتنا أن نطلب منه الصراط المستقيم، رب العالمين العوجاء ما يحبها، يريد مستقيم، يريد عبده يمشي مستقيم. عوجاء رب العالمين ما يحبها، ما يحبها عوجاء. أكثرية الناس في العالم عبر التاريخ يردوها شنو؟ عوجاء، ما يريدها مستقيم، إلا طرق ملتوية. عوجاء يعني طرق شنو؟ ملتوية. بالاقتصاد ملتوي، بقية المجالات، العلاقات الاجتماعية ملتوية، كل المجالات يبغونها عوجا. رب العالمين يريد صراط مستقيم. وقل ربي أدخلني مدخل شنو؟ صدق. مدخل صدق عوجا يو صراط مستقيم، صراط مستقيم. وقل ربي أدخلني مدخل، أخرجني مخرج صدق، اجعل لي من لدنك سلطان النصيرة. المدخل والمخرج رب العالمين يريد صدق، صدق، ما يقبل بالكذب والغش والطرق الملتوية وعوجا، ما يقبل، رب العالمين ما يريده. هاي الطرق رب العالمين ما يحبها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف طرق ملتوية يقول لا تتبعوا، طرق ملتوية ما يحبها رب العالمين. يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أما السبل ما يريد رب العالمين، ما يريد، طرق ملتوية ما يريد.
عبده بشكل أكثر يدور على الطرق الملتوية بكل شيء، بكل شيء يدور على الطرق الملتوية، وهاي فد مشكلة. هسا ما نريد نضيع الوقت، وهاي ساعة تركض ما أدري ليش بسرعة تمشي. الجماعة اجتمعوا، ذولا قوم لوط اجتمعوا، صدروا قرار بالمحكمة مالتهم من بعد ما اجتمعوا. شنو القرار؟ أخرجوهم من قريتكم، لوط وأهل الإيمان، أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون. إحنا مدينتنا أجلكم الله قذرة، مدينتنا وسخة، والمدينة القذرة والوسخة ما تتحمل واحد طاهر بيها، نقطة راس سطر. ولهذا طاهر إحنا مري، أنت شايف الموازين من تتخربط شنو يصير؟ الموازين بمجتمع ما يا إخوان، ما أدري شنو أحكي. أنا ما أدري هاي الآيات القرآن ذاكرها نتسلى بيها نضيع بيهن وقت، لو القرآن ذني ذكرهن حتى نستفيد منهن بحاضرنا ومستقبلنا. ماشي يشوفون الإخوة القرآن هاي شو نسميها الملفات التاريخية، القرآن لما ذكرها حتى احنا نضيع وقت بيها نتسلى يعني نمشي وقت، لو القرآن ذني ذكرهن حتى عظة وعبرة. شو ما تجاوبني زين؟ أئمتنا قالوا القرآن يجري على آخركم كما يجري على أولكم يوم، قالوا أئمتنا قالوا القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر يوم، قالوا فالقرآن من طرح مثل هذا الملف يريد يقول ترى هذا الملف مو فقط بزمن النبي عليه السلام لوط صار، وإنما هذا يتكرر بكل زمن. لما الموازين تنقلب تشتغل بالعكس تصير عوجة، الإنسان الطاهر الخير المستقيم الأمين ما حد يريده، والإنسان السيء الأعوج المنحرف الضال المضيل اللي عنده ألف مشكلة ومشكلة الناس شنو تمدحه وتقول كلش خوش إنسان وإلى آخره. هاي فد مشكلة، هذه فد مشكلة يعني بنت بمحيط مثلا محجبة بمحيط معين، أنا الآن ما قاعد أخصص وين يو شنو يو بأي محضر، أسولف بشكل عام بدون بنت في مكان ما محجبة، بدل ما يكون هذا الأمر مدعاة للفخر والاعتزاز والشكر وإنسان يحمد رب العالمين على ذلك، تشوف البعض يقول كلمات عن هذه الظاهرة بالعكس، ولما يجي شيء آخر بالعكس تشوفهم كلمات بعكس هذا الكلام، يعني يصير مدح وإطراء وثناء وانفتاح وما أعرف شنو، وإذا يصير حجاب يو يصير التزام، يعبرون عنه تخلف، رجعية، انغلاق، سجن، تضييق. هسه التضييق شنو؟ أنا ما قاعد أعرف التضييق شنو، ليش التضييق يعني؟ أنا ما قاعد أفهم التضييق بشنو بالضبط. السيدة الزهراء أم الحجاب بالدنيا، وطلعت بمسجد النبي خطبت واحتجت وناظرت ورفضت الظلم ووقفت بوجهه وعرت الظالمين بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. حجاب السيدة الزهراء وهي أم الحجاب منعها من أداء دورها؟ أسأل، ها؟ يعني أكو بالتاريخ امرأة من بعد السيدة الزهراء لعبت دور عظيم مثل السيدة زينب؟ جاوبوني، السيدة زينب كانت أم الحجاب يوم مو أم الحجاب، والله أم الحجاب وأم العفة السيدة زينب، ولكن هذا منع السيدة زينب من أداء دورها؟ أنا ما قاعد أفهم يعني زين، ليش هذا يدل على الرجعية والتخلف والتضييق، وكما يستخدمون هالشكل عبارات البعض مع الأسف؟ ليش؟ شو نساءنا المحجبات عبر التاريخ قدرن يسوون أمور غيرن مسار التاريخ، غيرهن ما قدر يسوي سواها اللي هن سوونا أبدا. أقروا ما مثلا قامت به أمهات الأئمة، مو فقط السيدة الزهراء، وتقول لي سيدة الزهراء، بقية أمهات الأئمة
وإن كان هم إلهن درجة عظيمة أرحام مطهرة وإلى آخره، ولكن بالنتيجة شوف شنو سوون مع حجابهن مع علمهن مع تقواهن ورعهن، ولكن شوف شنو سوون. كنا عالمات فقيهات يؤدن دورهن. اقروا تاريخ الجدة بالزمن الآخر الآخر من حياة الأئمة عليهم السلام وشنو كان دورها والوكالة الخاصة اللي كان عندها من قبل الأئمة عليهم السلام، وقامت بدور كدور السيدة زينب في كربلاء. اقروا طالعوا تابعوا. أصلا أكو عندنا أيها الأحبة أيها الإخوة، والله أنا هذا الكلام لم حضر له ولا كان ببالي أقوله، بس بعد هو أثنان أكو كتاب مطبوع قبل ما أدري لعله قبل 30 سنة 40 سنة مطبوع على الأقل، أنا بمكتبتي قبل 25 سنة موجود، اسمه أعلام النساء المؤمنات، مو فقط على مستوى السيدة الزهراء وأمهات الأئمة هذا المستوى العالي، على مستوى نساء عاديات لا أمهات أئمة ولا هم يحزنون. شوف ايش سوون بالتاريخ وش لعبن دور وشنو أدن واجب وشنو تحملن مسؤولية. أكو كتاب اسمه أعلام النساء المؤمنات، كتاب كبير فتح 400 صفحة 500 صفحة. شوف كل وحدة من ذني شنو سوت بالتاريخ وشنو لعبت من دور وشنو أدت من واجب وشنو تحملت من مسؤولية وهي بكامل حجابها وعفتها وشرفها في الواقع. والحجاب مو منع، شجع الإمرأة أن تأدي دورها وتتحمل مسؤوليتها، أصلاً حجاب شجعها. وكنا قويات وشالن مسؤوليات عظيمة ونجحن بتحمل هذه المسؤوليات وجزاهن الله ألف خير. أنا ما أدري، أسأل الإخوة، السيدة آسيا بنت مزاحم كملف قرآن يس بنت نبي؟ شو ما حيجاوب بنت نبي؟ ولا زوجة ولي من أولياء الله، زوجة فرعون يعني زوجة فرعون، لا هي بتولي ولا هي زوجة ولي، زوجة فرعون. رب العالمين ضربها مثلا للذين آمنوا اليوم القيامة، يوم ما ضربها، ضرب الله مثل الذين آمنوا ولد فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زوجة فرعون تحملت مسؤولية لو ما تحملت مسؤولية، وكانت مؤمنة متدينة وتحملت مسؤولية ونجحت وأدت رسالتها واستشهدت من أجل مبدأها. ورب العالمين ضربها مثل مو للاتي آمنا، للذين آمنوا برجالهم ونسائهم إلى يوم القيامة. رب العالمين يقول للمؤمنين تعلموا من آسيا بنت مزاحم واقتدوا بها وتأسوا بها وتعلموا منها، وهي امرأة مؤمنة. ما أفهم الحكي شنو، ما أفهم. المجتمع إذا المقاييس صارت بي يبغونها عوجا أكو مشكلة كبيرة يعني بذاك المجتمع. أخرجوهم من قريتكم لوط ومن معه، أخرجوهم من قريتكم، ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. الطاهر ما إلى مكان بمدينتنا، بس الوسخ إلى مكان بمدينتنا. هاي يبغونها عوجة، هاي المقاييس العوجة. أنا أسألكم بالله، هسه اترك مثلا ملف لوط عليه السلام، تعال إلى ملف يوسف عليه السلام، نبي نبي، أنا قاعد أتكلم عن أنبياء، والحسين وارث أنبياء يوم وارث أنبياء، السلام عليك يا وارثة. زين تعال ليوسف، يوسف شنو اللي ألقى بي بالسجن؟ لا استعجل شوي أفكر، هو هاي المقاييس من الصير عوج، شوف النتائج شو تصير. هسه السجن يصنع ويبنى عادة لمن؟ للمجرمين للمعتدين للقتلة، مو الشكل يولا. أما إنسان يدخل السجن لأنه عفيف، يعني تهمة يوسف اللي استحق السجن على أساسها هو شنو؟ العفة. أنت شايف جبلاء؟ أنت شايف جبلاء؟ واحد يسجنوه بتهمة، يا بس شنو التهمة مالتك؟ عفيف، طاهر وعفيف، هذا ذن يعاقب عليه القانون، وأنت كنت تسجن
عشر سنين لأنك طاهر وعفيف. المجتمع لما موازينه تصير عوجة يبغونها عوجا كما يعبر القرآن، النتائج تكون هالشكل. هذا نبينا قبل أكثر من 1400 سنة من قال يتركون الأمر معروفا ويكون ذلك، قالوا ما أكثر أصلا يأمرون بالمنكر وينهون عن، قالوا لا ويكون، قالوا ما أكثر، قالوا شنو، قالوا يرون المنكر معروفا ويرون معروف منكرا. هنا المصيبة، هنا الطامة الكبرى، هنا الموازين انتهت انقلبت. فشوفوا النتائج شو تصير، شوفوا النتائج شو تصير. إنهم أناس يتطهرون، ولهذا ما إلهم مكان بمدينتنا، أهل الطهر ما إلهم مكان بمدينتنا، طلعوهم. الطريف النبي لوط عليه السلام صدر عليه حكمين، مو حكم واحد، عدة أحكام بس دني منهن. واحد من الأحكام اللي صدروها على النبي لوط عليه السلام أنه أولم ننهك عن العالمين. شنو يعني ننهك عن العالمين؟ ببالكم فكرة؟ خو الآيات تقروها. واحدة من الأمور اللي كانت صادرة على النبي لوط عليه السلام أولم ننهك عن العالمين، يعني شنو ننهك عن العالمين؟ يعني مو قلنا لك ممنوع تلتقي بأحد؟ هذا فد حكم كان صادر على لوط أنه تقعد ببيتك ممنوع تلتقي بأحد، ممنوع أحد هم شنو يلتقي بيك. ذول الضيوف شلون يجوك واستقبلتهم؟ فيظهر النبي لوط كان في هذه المدينة في حال إقامة جبرية كما يعبر الآن، كان في حالة إقامة جبرية، ممنوع تلتقي بأحد، ممنوع أحد هم يلتقي بيك، خاف اللي يلتقي بيك يتأثر بيك ويصير طاهر مثلك، وإحنا ما نريد بالمدينة طاهر مثلك. شوف البشر من يتسافل، البشر من يتسافل وين يوصل؟ من يتسافل الإنسان رددناه أسفل سافلين، من يتسافل في نظام الدركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل، الإنسان من يتسافل كالأنعام بل هم أضل، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، مثله كمثل الكلب. شوف الإنسان من يتسافل، أصلا القرآن يتجاوز كل هذه المراحل، الأنعام أجلكم الله، الآيات اللي ذكرتها الآن، يصل إلى درك القرآن يعبر عنه بسورة البقرة يقول الحجارة أفضل منه، مو الحيوان أفضل منه، الحجارة أفضل منه، لأن الحجارة القرآن الكريم يعبر يقول بعض، يقول الحجر يخشع من ذكر الله، الحجر تنفجر منه الأنهار، أما بعض الناس لا يخشع لله ولا شنو ولا تحصل منه خير. أكو بعض الحجر يطلع منه ماء، القرآن يقول في سورة البقرة يقول بعض الحجر ما يطلع منه، بعض الحجر أو كل الحجر مو بعضه يخشع من ذكر الله أو إلى آخره، أما بعض الناس لا يخشع من ذكر الله ولا خيرها متحصل منه، بس شر بس شر. ولهذا النبي من عرف المسلم قال المسلم من سلم الناس من شنو؟ هذا المسلم، مو شر، إيده شر، لسانه شر، عينه شر، إذنه شر، شو مسلمان؟ هذا المحور الثالث من محاور هذه المادة. المحاور مفيدة لو ما مفيدة يا جماعة، والله تلامس جروح الناس بشكل عام، تلامس جروح الناس، مشاكل الناس. القرآن كتاب حياة، المحور الرابع بدون تعليق أمر عليه سريعا، إذا نبقى هيك ما راح أكمل. محور تطهير السيدة مريم عليها السلام وابنها عيسى. مريم إن الله اصطفاك وشنو؟ وطهرك واصطفاك.
هسه شنو فرق الاصطفاء الثاني عن الاصطفاء الأول؟ المفسرون خلوا احتمالات، يبقى هاي الاحتمالات صحيحة مو صحيحة الله أعلم، إلا إذا وردت رواية ثابتة عن المعصومين عليهم السلام ذاك الوقت نتبناها بشكل قاطع. أما إذا بدون رواية عن المعصومين احتمالات، هو المفسر هم لما يخليها براها يكتب والله أعلم، مش مدرينا صحيحة 100%، وهذا مراد الله ما ندري. شنو فرق الاصطفاء الثاني عن الاصطفاء الأول؟ خلوا احتمالات ما أدري، وهذا الأمر ما نجزم به إلا إذا وردت رواية عن آل محمد عليهم السلام صحيحة نجزم. اللهم صل على محمد. فهم الأعلم بالقرآن وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، وهم الراسخون في العلم عليهم السلام. طهرك، هذا تطهير مريم، هسه هذا نستفيد منه عصمة، والاصطفاء نستفيد منه مو إلا نبوة وإمامة كما يذهب إلى ذلك غيرنا، يقول الاصطفاء متوقف عند حدود النبوة بس، أما إحنا نعتقد الاصطفاء يتعدى مقام النبوة للإمامة ويتعدى حتى الإمامة، القسم الثالث لا هو نبي ولا هو إمام رب العالمين اصطفى مثل مريم، مريم لا هي نبي ولا هي شنو؟ إمام، مع ذلك رب العالمين اصطفاها وطهرها واصطفاها، وهي لا نبي لا إمام، لكنها مصطفات مختارة من قبل الله تعالى في الواقع. زين، أما بالنسبة إلى عيسى مطهرك من الذين كفروا، باعتبار الذين كفروا والذين أشركوا القرآن يعبر عنهم نجس، فالله طهر عيسى عليه السلام من مجاورة هؤلاء. ليش؟ لأن عيسى ليس من صنفهم ولا من سنخهم. قاعد أتكلم بدقة، أنا هذا المورد هواي يهزني بالآية، ما أدري ليش، يعني أشعر هاي الآية هواي تحتاج إلى تأمل وتدبر، بصدق أقولكم، بس باوعولي التفتولي، أشعر هاي الآية لم تسلط عليها الأضواء كثيرا، وهي تحتاج إلى شغل كثير، يعني واقعا آية عجيبة، واقعا آية ثقيلة، هاي الآية ثقيلة. الله تعالى يقول عن عيسى أنه طهره من مرافقة الكافرين، لأنهم ليسوا من صنفه ولا من سنخه، فرب العالمين يطهر عبده لما يبعده عنهم، من بعد ما عبده يستخدم كل الطرق لنصحهم وما ينفع ذلك. ما أدري، النصح الأنبياء مو بسرعة يتركوه، يستمرون عليه فترة طويلة، الأنبياء النصح يستمرون عليه، يعني نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، نوح أكثر من 1000 سنة يدعو إلى الله، ولكن وصل إلى نقطة معينة دعا عليهم، يوم ما دعا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي انتقم منهم، يعني وصل إلى مرحلة شاف بعد ينفع الكلام لو ما ينفع بعد، قال لانتقم منهم، أنا بعد جربت وياهم أكثر من 1000 سنة ذولا ما يرجوا للطريق. بل نوح قال للرب العالمين، قال لحتى لبأصلابهم مشرك مثلهم، حتى لبأصلابهم ذولا أصلا ما يطلع من أصلابهم خير، انتقم منهم يا رب، انتقم منهم يا رب، رب العالمين هم انتقم منهم. الإنسان بعض الأحيان يصل إلى دركة بعد ماكو تلافي ورجوع، مثل الحسين يوم العاشر لما برز علي الأكبر وتجرأوا على قتل علي الأكبر اللي هتكوا بقتله حرمة الإسلام كما قال المعصوم، الحسين رفع يديه قال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم واجعلهم طرائق ده ولا ترضي الولاة، فإنهم دعونا ثم عدوا علينا، دعا عليهم الحسين، يعني بعد أكو رجعة إلهم، وصلوا إلى مرحلة من السوء، بل رانة طبعة ختمة، انتهى الموضوع، بعد انتهى الموضوع. الحسين قبل ليلة يقول للعمر بن سعد تعال، قال له يهدمون بيتي، قال له أنا أبني لك إياها، قال له يأخذون مزرعتي، قال له أنا أنطيك ضيعة من ضياعي بالمدينة، يعني كان يدعو لو ما يدعو، كان يدعو يوم العاشر
قال له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. انتهى بعد خلاص، انتهى بعد، انغلق الباب بعد، ماكو رجعة بعد، ماكو رجعة. فالأمور من تصل إلى هذه المرحلة رب العالمين يطهر عبده من المكوث بين هؤلاء اللي يحملون كل أنواع النجاسة والقذارة والوساخة. أقول هاي الآية عجيبة، هاي الآية، هاي الآية كل ما أصفن لها يعني أشعر أنها تحتاج إلى شغل وتنظير كثير. والله آية يقام لها ويقعد. الله يقول للعيسى ومطهرك من الذين كفروا إنما المشركون نجس، في آية أخرى أطهرك من المكوث والبقاء بين هؤلاء، أطهرك بأن أرفعك. فتوقع العيش في بيئة فاسدة ما يمكن أن الإنسان يغيرها، شنو آثار على الإنسان، شنو مشاكله، شنو تبعاته، شوف الأمر شقد خطير. أنا الإخوة قاعد أسولف لهم أحلام يو آيات، أنا قاعد أستشهد بالحق أنزلناه وبالحق نزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولهذا من تقول للحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر، وحدة من وجوه مطهر، وحدة من وجوه مطهر أنه يا أبا عبد الله استشهدت في سبيل الله تعالى وإخلصت من وجودك بين هذه الأوساخ الأموية والقدارات والنجاسات الأموية، فلا أنت من سنخهم يا أبا عبد الله ولا أنت، وحاشاه طبعا، أنت منبع الطهر والطهارة والقدس والقداسة، وذولا العكس يا أبا عبد الله، ذولا العكس يا أبا عبد الله. ولهذا إذا غضب الله على الناس نحانا عنهم، الأئمة يقولون نحانا عنهم، لأن إحنا منبع الطهر، والناس إذا الله غضب عليهم يكونون منبع للأوساخ والنجاسات، فرب العالمين نحينا عن هؤلاء. نحى، إذا غضب الله على الناس نحانا عنهم، مطهرك من الذين كفروا. عجيبة هذه الآية، عجيبة هذه الآية، تحتاج إلى تأمل وتدبر وتدقيق كثير هذه الآية والله العظيم. هذا هم محور قصار، ما أدري والله، الرابع الظاهر شي خلصها، مشكلة هواي المحاور مال هاي المادة. المحور الخامس تطهير الكعبة، طهرا بيتي، طهرا طهرا بيتي. القرآن مرة يعبر عن الكعبة إن أول بيت وضع إلي لو للناس، للناس يسميه للناس، يقول الكعبة للناس، قيام، قيام للناس، قيام للناس. مرة أخرى يعبر عن بيتي، مرة يربط الكعبة بي جل وعلا، مرة يربطها بالناس. هذه من رقائق الفكر القرآني الجميل اللذيذ، الكل شبه القرآن عظيم وجميل وثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، طهرا بيتي، طهرا منو طهرا، الكلام مع منو طهرا، قبل إسماعيل، وليش إسماعيل قبله، أبوه إبراهيم إسماعيل، باعتبار اللي جاب إبراهيم المكة منه إسماعيل ابن هاجر، مو إسحاق ابن سارة، تدرون ذرية إبراهيم من فرعين لا ثالث لهما، يو من إسحاق أنبياء بني إسرائيل،
يوم من إسماعيل نبينا وآله، نبينا وآله يرجعون لإبراهيم فرع إسماعيل، منك أنبياء بني إسرائيل فرع إسحاق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، سورة إبراهيم، يعني إسماعيل وذريته، ذريته نبينا أبو الزهراء وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين الإمام زماننا ذولا. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل وامتداده، طهر بيتي إبراهيم إسماعيل. منين يطهرون البيت؟ من كل نجس ودنس، من كل نجس ودنس طهر بيتي، وخصوصا الأصنام. هذا التطهير الأول للكعبة، والتطهير الثاني حصل على يدي أيضا، على يدي أيضا محمد وعلي بن أبي طالب أولاد إسماعيل وإبراهيم. وسبحان من يضع الأمور في مواضعها، سبحان الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. التطهير الأول للكعبة إبراهيم إسماعيل، والتطهير الثاني للكعبة أولاد إبراهيم وإسماعيل نبينا ووصي نبينا سلام الله عليهما. هم طهروا البيت من نجس المشركين ومن نجس الأصنام ومن بقية النجاسات، محمد وأمير المؤمنين. والنبي لما دخل إلى مكة علي بن أبي طالب كسر الأصنام. هسه بعد هاي أكو واحد يريد يكره علي بن أبي طالب؟ هسه بعد هاي هم واحد يريد يأخذها من علي بن أبي طالب؟ تطهير البيت، الكعبة المكرمة المشرفة المعظمة، زادها الله شرفا وكرامة وعزة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. هاي الكعبة العظيمة اللي عيونك لما تصير عليها تشوف الخير كله، ولما تشم عطرها تشم عطر التوحيد، تشم عطر كلمة لا إله إلا الله، وتشم عطر كلمة محمد رسول الله. وتشم عطر وليدها علي بن أبي طالب عليه السلام. وتشم عطر أولادها، أولاد علي بن أبي طالب وزين العابدين، يقول أمام يزيد ولم ينكر يزيد، ولم يعترض يزيد بل سكت. زين العابدين قال له أنا ابن مكة ومنى، أنت ابن من؟ أنا ابن مكة وأنا ابن منى. وسكت يزيد، ما يقدر يقول لا. طهر بيتي، هذا المحور شنو؟ الخامس. المحور السادس، بقالي خمس دقائق أكمل وتعبته. المحور السادس الإشارة إلى طهر القرآن اللي ما يمس إلا أهل التطهير. المحور السادس شنو؟ الإشارة إلى شنو؟ طهر القرآن اللي ما يمس إلا أهل التطهير. هذا محور سادس، وهو محور مهم من محاور هذه المادة في ثقافة القرآن الكريم، للي يحبون القرآن ويتمنون أن يسمعون ثقافة القرآن ويتعلمون ثقافة القرآن في كل مجال من مجالات العلم في الثقافة القرآنية. والقرآن هو أول العلم وآخره، نقطة على السطر. تعتبر هذا كلامي مبالغات بكيفك، مو أنت حشاك اللي يسمعني، بس الحقيقة هي هالشكل، حقيقة هي هالشكل. أول العلم وآخر العلم القرآن الكريم ونبينا وآله عليهم السلام، وعندنا أدلة على هذا الكلام.
في محلها نبينه الآن مو محلها. الله يعبر عن صحف القرآن مرفوعة، مرفوعة يعني عالية القدر، مرفوعة شلون رفعنا، الله يقول للحبيبة رفعنا لك، شو ما تقرأ وياي، رفعنا لك ذكرك. واللي المشركون من نزلت هاي الآية قاموا يضحكون، قالوا يلا خاله طفل ويا عمره 11 سنة 12 سنة واثنين فقراء يراقبون ورا، رفعنا لك ذكرك. ايش نحكي فيه يا بالله؟ وهو مطارد محاصر، جماعته شردوا للحبشة هاجروا، ويحكي لنا برفعنا لك ذكرك. بعد نزول هذه الآية بأكثر من 1000 سنة، الآن ما توجد بقعة في الأرض ما فيها مئذنة ما تقول أشهد أن محمد رسول الله. يعني الآية بدأت تتحقق، يوم تتحقق رفعنا لك ذكرك. هذا ماكو بقعة الآن بالأرض، ماكو بقعة بالأرض، ماكو بقعة ما بيها مئذنة تجيب اسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا رفعنا، وهاي بعدنا بأولها يعني لعلم الإخوة، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أصلا راح يجي يوم مو ماكو بلد، يوم ماكو شبر بالأرض ما بي أشهد أن محمدا. نعم، هذا أبو الزهراء العظيم، أبو فاطمة، هذا سيد الخلق، هذا صلى الله عليه وآله سيأخذ الأرض طولا وعرضا صلى الله عليه وآله. نعم، والكل سيخضع لأبي الزهراء في يوم من الأيام، كل سيخضع لأبي فاطمة. والآن أبو فاطمة بدأ يطوق الدنيا، الآن بدأ يطوق الدنيا أبو الزهراء. قبل محرم تقرير رسمي عالمي للإخوة تابعوا، أكثر اسم بالكرة الأرضية مسمى به محمد. ما أقول المسلمين أكثر بالعالم، قاعد أحكي بدقة، أكو ديانات أخرى أكثر منا من حيث العدد، بس ما يسمون بقدنا أسماء مقدساتهم. مثلا أكثر اسم بالأرض هو اسم نبينا، ماكو شخصية بتاريخ الكون من آدم تسمت أكثر من اسم نبينا لحد الآن صلى الله عليه وآله. أبو الزهراء يطوق الدنيا، محمد العظيم هذا. الله يرزقنا وإياكم زيارته وشفاعته وخدمته صلى الله عليه وآله، نبينا وحبيب قلوبنا، سيد الأولين والآخرين، روحي له الفداء. الله يعبر عن صحف القرآن مرفوعة، شو رفعنا لك ذكرك، مرفوعة بعد مطهرة، يعبر عنها شنو مطهرة، هاي الصحف مطهرة، هاي الكلمات مطهرة، الأسطر الجمل مطهرة. المحور السادس، القرآن منبع الطهر في ثقافة القرآن. هذا الطهر ما يمس إلا أهل التطهير، كما ورد في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. لأن هو صحف مطهرة، فهذا الطهر ما يعرف إلا أهل الطهر والطهارة. طبعا هنا لا يمسه، اللام ناهية ينافية، لا تستعجلون، لا تستحمون، أقول لا تستعجلون، لا نستعجل، على كيفكم، لا نستعجل، لا نستعجل. هاي لا يمسه إلا المطهرون ناهية ينافية اللام، استعجلوا الإخوة، اللي يقول ناهية لا يمسه إلا المطهرون فيقول هاي
الآيات القرآنية ما يصير واحد يمسها إلا يكون على شنو؟ إلا يكون على وضوء. الطهور هنا المقصود به شنو؟ الوضوء. يكون متوضي، يا الله يخلي إيده على آيات المصحف الشريف. هذا اللي يقول الله شنو؟ لا طبعا هو بغير هاي الآية وإلى آخره، والأمر ثابت بالروايات الآخر، الأمر ثابت أنه الآيات الشريفة الموجودة بالمصحف الإنسان ما يمسها إلا يكون على شنو؟ على طهور. واللي يقول اللام هنا نافية، فمعنى الآية يصير أنه حقيقة القرآن الكريم وحقيقة طهر القرآن الكريم ما يعرفها إلا أهل التطهير، إلا المطهرون ذولا حصرا يعرفون حقيقة القرآن، أما غيرهم ما يعرف ذلك، فكون يرجع لهم حتى يتعلم منهم. قاعد أقدر أوصل فكرة ولا طبعا سياق الآيات يدل على أن اللام شنو؟ نافية. سياق الآيات وفكرة الآيات وفحوى الآيات ومحتوى الآيات يخلي الأقرب النافية مو الناهية، بس انتبهوا لي زين. من هم اللي يعرفون حقيقة القرآن الكريم؟ جاء المفسرون، قالوا الملائكة، قالوا لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون منو؟ الملائكة. هكذا قال المفسرون، ولعله الأمر يشكل إجماع عند المفسرين، لعله تستغرب سواء على مستوى القدماء أو على مستوى المعاصرين. يعني هسه تقول لي عندك إحصاء؟ عند إحصاء، راجعت، راجعت كلماتهم، راجعت من القدماء للمعاصرين، ملائكة 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 ملائكة، نفس الحكاية يعيدوها إلى أن إجا صاحب الميزان، هذا الوحيد اللي شفته كان إلى رأي آخر، الوحيد إجا صاحب الميزان قال هذا يعني أخذ الآية باتجاه الملائكة وتقييدها بس بالملائكة تقييد من غير مقيد. وليش بس الملائكة؟ لا يمسه إلا المطهرون، خو يكون المقصود به الأئمة عليهم السلام المشار لهم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا لا تلتفتوا لي أصحاب هاي الآية من أهل التطهير ولا التطهير؟ ليش ما تجاوبوني؟ خو يطهركم بعد التطهير، لا يمسه مطهرون يعني هؤلاء. فتقول ليش يعني إلا الملائكة؟ ليش تقيدون الأمر بهالشكل هذا وماكو مقيد للآية بس بالملائكة؟ خو واضح لما نجمع بين هاي الآية وذيك الآية يكون أهل البيت عليهم السلام يمسون حقيقة القرآن الكريم، وهذا موافق لحديث ثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي. يو علي مع القرآن والقرآن مع علي، يو غير ذلك من آيات وروايات تثبت هذا المعنى، وكلام صاحب الميزان صحيح، تقييد من غير مقيد كلامه صحيح. لا يمسه إلا المطهرون يطهركم تطهيرا، ذولا يعرفون حقيقة القرآن الكريم، ولهذا النبي قال رجعوا لهم بالقرآن حتى ما تضلون وإلا تقعون في مشاكل كثيرة. وقعوا المسلمين في مشاكل كثيرة لما تركوا هؤلاء في الواقع، أو بعض المسلمين أكثر من هذا. بعد ما قضى لي 5 دقائق مع الأسف تجاوزت على حصة النعي، الكلام أخذني كثيرا. وصلنا ليا محور 6، أنا عندي 10 محاور بهاي المادة، هاي المشكلة. كملنا 6، بقالنا 4، الأربعة بكرة إن شاء الله راح أمر عليهن مرورا سريعا بدون تعليق، ولا الأبحاث كنت خالها ببالي أتركها حتى أكمل بقية موارد الآداب في قسمها الأول والثاني، وبما تبقى لي أكمل هاي المحطة بهذا المكان قبل أن أنتقل إلى مكان آخر. أرجو من الله أن يعزكم، أرجو من الله أن يحفظكم أن يديمكم، إن شاء الله ما ضوجتكم ما تعبتكم ما أدري. أكتفي بهذا المقدار من الكلام. والآن نروح إلى رزية الحسين، مصيبة الحسين اللي أعداء أرادوا يفصلون بينه وبين القرآن ما قدروا حتى بعد قطع رأسه عن جسمه، ما قدروا لا يفترقا حتى يردا علي، لا يمسه إلا المطهرون، أشهد أنك طور طائر مطهر والقرآن مطهر.
وما قدروا يفصلون بين الحسين والقرآن حتى وراس الحسين على الرمح. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات العجب؟ وذاك اللي سمع الآية من الحسين فهم قصد الحسين، قال لرأسك أعجب يا أبا عبد الله، رأسك أعجب من أصحاب الكهف يا أبا عبد الله، رأسك أعجب يا ورأسك أعجب يا أبا عبد الله. ما قدروا يفرقون بين هذا الطهر وذاك حتى بعد قطع رأس الحسين عليه السلام وخلوه على الرمح وراس الحسين يقرأ قرآن. إن شاء الله المعنى هذا الجميل أبو أمير ينضم لنا إياه بقصيدة في يوم من الأيام. حج ناظم الله اي والله ينضم لنا إياه بأبيات قصيدة إلى آخره، أنه الحسين والقرآن حتى على الرمح. الشاعر ناظم الحاشي الكبير المحترم المبجل، هذا الحسين، هذا الحسين ما مثل يومك يا ابو اليم جرى عالرمح راسك وجسمك عذرى. شيخ هادي الكربلائي هالشكل يقرأ هاي الأبيات الله يرحمه. سامعين شيخ هادي؟ معقولة شيعي ما يسمع شيخ هادي؟ ما يصير. شيعي ما يسمع عبد الزهرة؟ ما يصير. شيعي ما يسمع سيد جاسم؟ ما يصير، ما يصير. يو شيخ أحمد، يو بقية خدمة الحسين، ذولا رواد أساتذة، منهم تعلمنا المنبر وتعلمنا خدمة الحسين، منهم مو هالشكل رواد ذولا. هاي على مستوى المنبر، على مستوى الرد حمزة وعبد الرضا ووطنه، وعلى مستوى الشعر عبد الأمير الفتلاوي عبد الحسين الشرع وعبود غفلة وكاظم منظور وابن نصار، والقائمة طويلة يعني، واحد ايش يحفظ ايش يقول ايش ينسى ما ادري. ذولا رموز بالخدمة الحسينية، رموز ذولا نتعلم منهم نستفيد منهم. شيخ هادي هالشكل يقرأ هالأبيات: ما مثل يومك يا ابو اليم جرى عالرمح راسك وجسمك عذرى، ايش حايا اختك الجسمك تنظر وما يدلوها الشريعة وينها. الله الله دلوها على الشريعة، اجت زينب للشريعة. يا بمرة وعن غرض عن الزباية وعرفا عمهن بطوية الراية، يا بطوية الراية تقل الجود ما ردناش ماية، بس ارجع سالم. تقل الجود ما ردناش ماية، ماية بقينا بلا ولي وبلا حماية. شلون حكي حلو ذول الشعراء، شي كتبون الله يجزوهم خير. يا بتعنيت لك خويا واللون مغطوف وقلوبنا ترجف من الخوف. ذن يقراهن سيد جاسم، ما اعرف المن شاعرهن. انا ردك الحال وهضمت تشوف ولقيت العلم عن نغر ملفوف. خويا ملفوف ملفوف، عذرتك يا من ما عندك جفوف، والله عذرتك يا من ما عندك جفوف. هتشي قالت زينب. أنا واحدة من الأبيات اللي أحبهن بمصيبة الحسين ورزية الحسين، أكو عندي أبيات أعتبرها مميزة يعني طول عمري أحبهن وأقراهن. واحدة من ذني الأبيات اللي يعني عايشاتني على المنبر ما أقدر أعوفن، الله يرحم شاعرهن ما أعرف شاعرهن رحمة الله عليه وهو في قبره، قديمات قديمات. زينب من وصلت للحسين قالها شلون اندليتيني بهال ضجة تراب صوت جبرائيل 70,000 خيال، شلون عرفتيني شلون اندليتين؟ قلت لأخويا جياتك على ريحة الخوة، الخوة يا لا تقول ما عندك مروة، أنا عنك خذوني القوم قوة، إيش حال اللي بعد
سوى مغشاط علم توني تلوى. هالشكل هذا هالشكل هذا قبل شوية ايش قالوا لي قبل لا اجيكم؟ قالوا هاي تقراهن انت دوم ذني مال انا ودعتك الله طور عبد الزهرة، واحنا نحب عبد الزهرة الكعبي، هم اقرا لكم اياها طور سيد جاسم شيخ خادي عبد الزهرة. هو التوفيق بذولة، ذكر ذولة توفيق بي، الله يرحمهم، رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. انا ودعتك الله يا عيوني، اللي يحب عبد الزهرة يقرا وياي. انا ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني. انا زجري قتيلهم يا اهلي الحمية ما تجوني، من يد الاعداء تخلصوني. الله الله يا ابا عبد الله بيت الدعاء. هنا يا شايل الضعن لو زعت تانوني تانوني تانوني، وان جان عدكم عجل باخواني بروني اخواني بروني. ليش باخواني بروني؟ انا ما ودعت اخوتي ولا هم ودعوني، وانا على ظهر الهزل غلوا يشوفوني. ما يخالف اقرا بعد بيت؟ طولت هالبيت والله، بس هذا زينب تقول رد الهنب اللي انطارك. انا رد الهلي بلي انطار الخيال وعلى الخيل سابج. يصد المدينة بقلب خافج، يصرخ وهو من الغيظ هايج، يا آل هاشم موش لايج، تغضون عن سل البوارج، يا ياب البوارج وحسينكم بدماه غارج. أبا وحسينكم بدماه غارج، عفت على الغبرة يا عالج، واللي يخلي القلب لايج بنات التعلى بالمعارج، عقب الخدر قالة وخوارج. شلون حس يا عالج؟ يا أبا خوارج وشار الضعن والشمر سايج سايج، والنوق ما بيهن هواج، تسترها عن عين الخرايج احمى الضائعات بعدك ضعنا. عجل فرج امام زماننا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر امورنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. مؤسسون تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، لا سيما من ذكرنا شيخ عبد الزهرة سيد جاسم شيخ خادي، خدمة الشعراء الخطباء الرواديد الكذا سلفالي، كل خدمة الحسين، إلى أرواحهم جميعاً رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.